المسرح خلاني أصير جريئة، لأن المسرح مواجهة الجمهور. ما إجاك العرض اللي يغريك أو يشدك لترجع إلى التمثيل خلال هيدي الفترة؟ والله كثير جاني فيلم سينمائي ومسلسلات تلفزيونية. أغلب المسلسلات اللي تشوفها في رمضان ترى اسمي كان مطروح فيها. بعد ما أنت رجعت إلى السوشيال ميديا وهيك قالوا أنه انفصلتي. ليش دائما نحكم على أن نجاح المرأة وتشجيع الرجل لزوجته أنها تسوي شيء تحبه أن سبب انفصال؟ الدراما الخليجية وتطورها وجرأتها اللي عم بتكون. ما صرت أتابع أي مسلسلات والله، أقول لك من اعتزلت التمثيل يمكن أشوف لقطات بسيطة، يمكن سبب أني ما بأحن للمجال، أن كل ما تابعت شيء راح يصيدني.